احتفالات البحرين بيوم المرأة اللي صادف 1 ديسمبر ما أغفلت وزارة التربية والتعليم عن تكريم وتقدير منتسبيها، وقامت احتفال خاص حضر الوزير ومنتسبي الوزارة بصالة وزارة التربية والتعليم. تفاصيل الاحتفال أكيد مع رئيسة لجنة التنظيم الأستاذة كفاية العنزور. مساك الله بالخير، نورتينا اليوم في الاستديو. مساء النور أختي. مرحبا أستاذة كفاية، وأتشرف اليوم بوجود البحرين يكون أول لقاء لي معك على الهواء. ودي قبل ما نتكلم عن التفاصيل، شنو يعني بالتحديد يوم خاص بهذه الاحتفالية؟ بداية قبل أن أتكلم عن تحديد يوم الخاص للاحتفالية، أود أن أتوجه بالتهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى بمناسبة حصوله على جائزة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تمكين المرأة البحرينية. هذه الجائزة تعزز مكانة البحرين وتثبت مكانة البحرين المتقدمة على مستوى تمكين المرأة وعلى جميع المستويات بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. طبعاً المرأة كانت دائماً لها في البحرين دور متميز ومتقدم، ولكن بفضل جلالة الملك وسمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تمكنت المرأة البحرينية من تحقيق العديد من النجاحات تضاف إلى نجاحاتها السابقة. صح. بالعودة إلى سؤالك، شنو يعني لي تحديد يوم المرأة البحرينية؟ طبعاً كوني امرأة أتقدم جزيل الشكر لسمو الأميرة سبيكة قرينة جلالة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على تحديد هذا اليوم الأول من ديسمبر اللي هو يوم المرأة البحرينية. هذا يدعونا إحنا النساء البحرينيات سواء العاملات أو ربات البيوت أو أي امرأة بحرينية إلى بذل المزيد من العطاء لتحقيق نجاحات أكثر وأكثر، يحفزنا ويعطينا دافع. هذا العام كان الشعار المرأة في المجال العدلي والقانوني للاحتفاء بالمرأة القانونية. طبعاً أيضاً لتسليط الضوء على نجاحات المرأة في هذا المجال، يمكن كانت هذه النجاحات بعض الأحيان خافية على صح عدد من الناس في المجتمع البحريني لا يعرفون عن مدى نجاحات المرأة في هذا المجال، لكن خلال الأيام الفائتة شفنا أرقام كتبت في الجرائد وقرأنا تقارير تؤكد أن هناك أعداد كبيرة ومتزايدة من مثلاً قانونيات المحاميات قضاء بحرينيات وكلاء نيابة، وهذا طبعاً يدفعنا إلى مزيد من العمل لتحقيق المزيد من النجاحات إن شاء الله. أستاذ كفاية، بس يا ريت بس لو نتكلم شوي عن الفقرات أو البرنامج اللي تضمنه الاحتفال اللي احتفلتوا فيه في الوزارة. وزارة التربية والتعليم كل عام نحرص على الاحتفال بيوم المرأة البحرينية. طبعاً تم تشكيل لجنة للاحتفال بيوم المرأة البحرينية من قبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وذلك لتأكيد حرص الوزارة على تنظيم عدد من الفعاليات وعلى تأكيد حضور المرأة البحرينية والاهتمام بيومها. السنة هذه نظمنا فعالية اللي تكلمتي عنها بحضور سعادة الوزير. صح. كانت احتفالية تكريم للقانونيات العاملات في وزارة التربية والتعليم. تم فيها عدد من الفقرات، طبعاً بداية تم تكريم القانونيات في وزارة التربية والتعليم، القانونيات المتميزات الناجحات اللي أثبتوا جدارة اللي عملوا لساعات وسنين طويلة في دعم وزارة التربية والتعليم في جعل قراراتها دائماً مستمدة من القانون ومبنية على أسس وقوانين وتشريعات. فتم تكريمها من قبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية. أيضاً كانت هناك فقرات فنية من تقديم طالبات عدد من المدارس الحكومية والخاصة ومسابقات فنية. نعم أستاذة، يمكن تفضلت وتكلمت عن المكرمات في هذه الاحتفالية، لكن شلون اخترتوا المكرمات؟ اخترناهم بناء على معايير من الكفاءة والقدرة والعمل الدؤوب. ممتاز. يمكن اليوم في مخطط ان انتم تسوون كتاب خاص يعني بالمرأة البحرينية في يعني التعليم، فوين وصلتوا في هالترتيبات او متى يكون اصدار هالكتاب؟ يعني لحد الحين نبي نعرف معلومات ازيد عنه. يتم العمل على اصدار هذا الكتاب بمناسبة المرأة، وجود المرأة في التعليم منذ ما يقارب 100 عام، من خلال تشكيل لجنة من الاختصاصيين في وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمرأة. تم وضع خطة لإعداد هذا الكتاب، أيضا تم العمل على جمع المعلومات والمواضيع الأساسية والصور، سيتم البدء في تنفيذ هذا الكتاب إن شاء الله قريبا.
حياتنا إن شاء الله. بعد يعني مثل ما شفنا يمكن الدعم الموجود من الدولة للمرأة البحرينية، شنو تتوقعين الدور القادم المطلوب من المرأة البحرينية؟ أو أنت يمكن عندك كلمة ودك توجهينها عبر الشاشة للمرأة بشكل عام والدور المناط فيها؟ المرأة البحرينية مثل ما ذكرت كان وجودها على الساحة، الساحة الفعلية والفاعلة في المجتمع البحريني منذ عشرات السنين، يعني منذ القدم حققت العديد العديد من النجاحات. طبعا هذا ليس بمستغرب عليها بدعم من القيادة الرشيدة ومبادرات سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. أتوقع أن المرأة البحرينية ستحقق المزيد والمزيد من العطاءات، وستكون في سيكون لها ستحدث نقلات نوعية إن شاء الله في النهضة البحرينية. كل الشكر لك. بس قبل ما نشكرها عندي بس سؤال بسيط، يمكن المرأة في القطاع التعليمي تقدم يعني قبل النساء في القطاعات الأخرى، فاليوم هل نقدر نقول أن المرأة في القطاع التعليمي أثبتت وجودها أكثر من القطاعات الأخرى، أو يعني هل قدمت أكثر من المرأة في القطاعات الأخرى؟ هل نقدر نميزها عن غيرها من النساء في القطاعات الأخرى؟ أول شيء أقدر أقولك أن وزارة التربية والتعليم فوق ما 50-60% من العاملات فيها نساء، أيضا فوق 50% من القيادات فيها من النساء، سواء على مستوى وكيل وزارة، مدير، رئيس، وجود نسائي كبير بفضل دعم سعادة الوزير للمرأة وتمكينها. وهذا الأمر دائما إحنا نفتخر فيه في وزارة التربية والتعليم. المرأة حققت العديد في وزارة التربية والتعليم على صعيد الكادر الأكاديمي، الكادر الإداري، القيادي، حققت العديد من النجاحات، تمكنت من القيادة، أصبحت قائدة، أصبحت مديرة، وكيل مساعد، صح، إلى آخره. فإذا أقدر أقول أن المرأة البحرينية أثبتت جرأتها وشجاعتها وقدرتها على القيادة. شكراً أكيد الأستاذ كفاية العنزور رئيسة لجنة تنظيم احتفال وزارة التربية والتعليم بيوم المرأة اللي هو 1 ديسمبر. كل الشكر لك على حضورك اليوم معنا. شكراً. طبعاً قبل ما نطلع حق فاصل الأغنية حابة أشكر